أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: المتمتع الذي لا يقدر على الهدي متى يبدأ بالصيام؟ يبدأ بالصيام في أيام الحج، سواء قبل يوم عرفة أو بعد يوم العيد 11 و12 و13، أيام التشريق، وإن صامها قبل يوم عرفة هذا أحسن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. أو هو الواجب، إنما تصام أيام التشريق عند الضرورة، إذا فات الوقت ولم يتمكن من الفدية فإنه يصوم أيام التشريق من باب الرخصة له، لم يرخص في أيام التشريق أن يصامنا إلا عن دم متعة أو قران، فهو من باب الرخصة. نعم. ما هو بالخيار يقول بصوم يما قبل عرفة ولا أيام، ما هو بالخيار. نعم.